عاوز احكي لكم حكايه حصلت، يمكن حكيتها في اجتماع تاني قبل كده، بس انا عاوز اقول لكم يعني ايه ربنا بيدور ويبحث عن كل نفس مجروحه وكل نفس محتاجاه مش عارفه توصل له، هو بيدور عليها. حكايه طويله بس جميله جدا جدا جدا. في يوم من الايام في سيدة من الشعب عندنا جت قالت لي يا بونا خلي الورقة دي معاك، الورقة دي فيها أسرة مجروحة. ما قالتش أكتر من كده، قالت أسرة إيه؟ مجروحة، يا ريت قدسك تفتقدها. إحنا عندنا الكنيسة مقسمين الشعب عندنا على 32 مربع، يعني وكل كاهن مننا عارف أبونا فلان معاه المربع واحد وثلاثة أو اثنين وخمسة، يعني عارفين كل واحد فينا منطقته إيه في الافتقاد. فأنا بصيت في العنوان كده عرفت إن دي، خلي بالكم اللي جاي، عرفت إن العنوان ده تبع أبونا يوحنا باقي، منطقة سفير عندنا في مصر الجديدة تبع أبونا يوحنا باقي. فقلت بركة هم عاوزين كاهن يعزيهم لأنهم في شدة، حطيت الورقة طبقتها وقلت أنا بقابل أبونا يوحنا، أبونا يوحنا مكتبه لازق في مكتبي يعني، فبنتقابل كتير قوي، فحطيت الورقة في جيبي على أساس لما أقابل أبونا يوحنا. شوفوا اللي حصل، خلي بالكم لأن قصة طويلة بس عاوزكم تربطوا أحداثها بالظبط عشان نوصل للمسيح اللي بيدور على أولاده. حطيت الورقة في جيبي، بعدها بيومين ثلاثة قابلت أبونا يوحنا، اتكلمنا في الخدمة واتكلمنا في 10 حاجات، وباي باي يا أبونا صلين لحللني ومشيت. أدخل البيت أدب إيدي في الورقة، يا نهار أبيض بقى كنت مع أبونا، وأكلمه وأنسى الورقة مش مشكلة، بكرة هقابله تاني. قابلته تاني يوم، حصل وحصل وحصل وجيت، وإيه رأيك في الموضوع ده؟ معايا طب برافو الله يحلك مع السلامة، واروح والورقه في جيبي. يا خبر ابيض، قابله بعديها بيوم، قعدت اقابله لمده 10 ايام، في العشر ايام قابلته 8 مرات، وكل مره افتكر اديله الورقه وكل مره الورقه ما تطلعش من جيبي، كانها ملزقه بالبانه ولا ايه مش عارف، مش راضيه تطلع. طب انا اعمل ايه؟ المهم خلي بالكم فات على القصه دي 12 يوم. في اليوم ال 12 انا كنت مدي ميعاد لناس في مشكله زوجيه، فكنت مديهم حسب وقتهم، وانا عارف ان المشاكل الزوجيه بتطول، فديتهم ساعتين من 5 ل 7. خلي بالكم من الاحداث، من 5 ل 7 اخدت العربيه وسقت حته كده زي من هنا للرمل مثلا، مش بعيده قوي عن بيتنا لكن يعني برضو مش مسافه قريبه قوي، والناس مديني ميعاد ومشكله زوجيه، وانا مطلع لهم ساعتين ومأكد عليهم الميعاد. العمارات دي كانت تابع الجيش، فانا بركن طبعا في واحد من الامن، بس امن بتاع الجيش يعني، فبقول له انا طالع الدور الفلان للاستاذ فلان والاستاذه والمدام فلانيه. قال لي دول نزلوا من ربع ساعه. نزلوا ايه بقى؟ لا دول مستنيني، انا عارف انه مستنيني ومأكد عليهم الصبح يعني. فانا افتكرت ان هو يعني بيفسحني يعني، فقلت له لا هم مستنيني. قال لي لا الحقيقة مش تاني. قلت له أرجوك دوس على الجرس وهيرد عليك. قال لي حاضر. انت عارف هم شقة 16؟ قلت له شقة 16. فالراجل قال لي 16 اهي يعني، وراح داس على 16 تي 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 تي، ان حد يرد يقول لي يا فندم هم مشوا من نص ساعة. قلت بسيطة خالص، معايا نمرة الراجل ومعايا نمرة الست، اضرب على الراجل التليفون ما بيجمعش، اضرب على الست التليفون ايه ما بيجمعش. بيني وبينكم الدقيقة عند الكاهن ليها تمن كبير قوي، لأن في 100 حاجة. فأنا I got upset يعني اتضايقت. اتضايقت ليه؟ لا دول ضيع يعني، يا ريت كانت حاجة كده 10 دقايق، دول ضيع ساعتين. ساعتين دول بقى فضلت أعمل فيهم 3 زيارات افتقاد، كنت قعدت مع 10 معترفين ولا 5 معترفين، كنت عملت كنت عملت كنت عملت. طب يعتذروا، طب يقولوا لي، طب انا اروح فين، طب اروح للناس لازم من غير ميعاد مسبق، طب اعمل ايه، طب اعمل ايه. رحت ضارب ايدي في جيبي، طلعت الايه؟ بصيت في الورقه. فبقول لنفسي ايه؟ صدقوني يا ولاد، صدقوني يا ولاد، حصل زي ما بقول لكم كده. ما تكونش يا رب عاوزني انا اللي اروح للبيت ده. رحت مطبق الورقه، عارف العنوان فين؟ ورا جمعية ايه بتاعت الاسماك، رحت مجرش وطالع في الدور الرابع. شوفوا اللي حصل،
خبطت الجرس حصل الموقف الآتي. أول ما خبطت الجرس لقيت فيه بنت كده صغنطوطة بتاعت أواخر عشرينات أوائل تلاتينات، أول ما شافتني كأنها شافت ملاك الموت، الدم هرب من وشها والباب مفتوح فتحة صغيرة لأن في صفرة مضايقاه، يعني الباب ما يتفتحش على آخره، يتفتح كده زاوية 45 درجة، فهي راحت فتح الباب وشافتني وراحت راجعة لدرجة إن ظهرها خبط حتة خبطة في كرسي السفرة، أنا اتوجعت لها من كتر الخبطة يعني طخ. فقلت لها أنا هو في حاجة ما أنا مش عارف أقول إيه. قالت هي كمان ما ردتش عليا. دخلت وقعدت، قعدت بقى مستني حد يطلع فترة كده، وبعدين جت هي وجوزها وقعدوا معايا. خلي بالكم من الكلام، شوفوا ربنا بيدور على أولاده إزاي بمعجزات. رحت أنا قعدت، جه جوزها بقول لهم يعني هو أنا جيت في وقت مش مناسب؟ قالوا لا ده في وقت مناسب قوي. طيب هو يا بنت انت اتخضيتي لما شفتيني؟ قلت لا هو في حاجة؟ أنا كل اللي عندي مكتوب أسرة في محنة، ما عنديش أي تفاصيل عن أي حاجة. فقلت لهم هو الحقيقة يعني أنا محرج، بس هو يعني مش عارفة ابتدي حتى الموضوع لسه مش مجمع، لأن الوجوم اللي على وش الزوج والزوجة قلقني، يعني كأني في مشكلة في حاجة خطيرة كده. فقالت لي أنا بصراحة يا ابونا لما شفتك اتخضيت وقطعت نفس. كلام مش مرحب بيني وبينكم، يعني مش كلام لطيف، يعني نورت شرفت زرنا المسيح، مفيش كلام. هي قطعت نفس لما شافتني. المهم فقلت لها طب انا عاوز افهم، اسمعوا الحكايه. قالت لي يا ابونا حصل موقف ولازم قدسك تسمعه كويس، وعاوزكم انتوا كمان تسمعوه معايا كويس. قالت لي من اسبوعين ابني بلع سودانية وقفت في زوره، معرفناش نطلعها له، وشه ازرق، ابنها عنده سنتين او سنتين ونص، نزلنا المستشفى الولد راح السما مات. ابني مات من اسبوعين، وانا كنت في ضيق وغيظ من ربنا، لا قادرة اتعزى في يوم الخارجة، ولا قادرة اتعزى في صلاة الثالث، ولا في أي حاجة. وبعدين في دكتور كنا محتاجين من ناخد ورقة، مش عارف ورقة ايه، في مستشفى كليوباترا اللي جنب الكنيسة، لازقة في الكنيسة عندنا. فدخلنا فجوزي قال لها هو شايفها، جوزها شايف انها مخاصمة ربنا ومضايقة منه، فقال لها تعالي نخش أبانا الذي. قالت له خش انت مش هخش انا. قال لها لا خشي. فتحت الضغط قالت له طب هقف على الباب. قال لها طب بتقولي ابانا لازم ولا الشمعة؟ قالت له لا هفضل مستنياك لغايه لما ايه انت تولع الشمعه وترجع، لكن واخده موقف سلبي جدا وعدائي جدا مع ربنا. قالت لي دخلت كنا في عشيه ولقيت قدسك انت اللي بتتكلم في الوعظه. انا دخلت غصب عني رحت رشم الصليب، اول ما رشمت الصليب وابتديت مش عايز اقول ابانا الذي، بس لقيتك بتتكلم فسمعتك لقيت بتقول الاتي: في حاجات عجيبه مش فاهمينها. كنت انت بتقول وعظة عن عدم فهم حكمة الله او في حكمة الله، ازاي يبقى واحد في البيت عنده 95 سنة وعايش وولد عنده سنتين يموت؟ انا سمعت الكلمة دي ولقيت نفسي جوزي بيقول لي انا خلصت ابانا الذي يلا نروح، رحت شد ايدي من ايده وعاوز اكمل واسمع، لان ايه اللي خلاك تقول طفل سنتين مات وانا ابني سنتين ومات؟ ففضلت واقف على باب الكنيسه لغايه لما كملت الوعظه، لقيت نفسي بعيط وطلبت من ربنا طلب غريب. انا مش شبرا، مش من مصر الجديده، احنا واخدين شقه ايجار حديث لغايه لما نلاقي شقه بعد كده، ومتجوزين بقالنا 3 سنين في ايجار حديث. قالت لي لقيت نفسي برفع عيني على العشاء الرباني وبقول لو انت بتحبني وعاوزني ارجع لك، ابونا ده اللي معرفهوش يجي البيت ويزورني في بيتي، ومش اي كاهن تاني. المشكله يا ابونا، المشكله
ان انا خرجت من الكنيسة من 11 يوم قاعدة في بيت اهلي في شبرا وداخلة بيتي قبل ما قدسك تخبط بنص ساعة. حد لقط حاجة؟ يعني لو كنت انا اديت الورقة لابونا يوحنا وهو اللي راح ما كانتش هتنبسط، لانها اتشرطت على ربنا وقالت له ابونا ده وهي ما تعرفنيش ولا تعرف اسمي. لو كنت انا رحت في اي يوم من الحداشر يوم اللي فاتوا كنت لقيتها؟ ما كنتش لقيتها. طب المشكلة الزوجية اللي انا كنت رايح لها لو كنت لقيتهم وقعدت معاهم من 5 لـ7 كنت رحت لها؟ أتاري ربنا مرتب إن أقابل أبونا يوحنا 5-6 مرات في 10 أيام وأنسى الورقة، وربنا مرتب إن الناس اللي رايح لهم يعتذروا، وربنا يرتب إن الزيارة تتأخر 11 يوم عشان هي ترجع، وأروح بعد ما توصل بيتها بنص ساعة لأن آخر طلبة طلبتها في بيته كان يوم السبت في عشية، وأنا كنت الـ2 أو الـ3 اللي وراه عندها في بيتها. بعد ما دخلت بنص ساعة ما عملتش مكالمة تليفون واحدة ولقيت أبونا اللي طلبت إن يكون في بيتها هو اللي ربنا بعته لها في بيتها. يا شوفوا المسيح بقى وشغله، شوفوا بقى المسيح وشغله. إيه ده؟ إيه التايمينج ده؟ أنا مش طبعي أنسى في الخدمة، يعني نسيت، والناس مش ممكن يكونوا مديني ميعاد ويعتذروا. اعتذروا، هما ما اعتذروش حد علشان ربنا يقول اوعى تشك في لحظة لو كنت انت حاسس انك متروك او مجروح او منسي من الناس، ان انا يا ابني ممكن اكون نسيك او ما بدورش عليك. ده الدرهم كان ليه قيمة عند الست، والخروف من 100 كان ليه قيمة عند الراعي، وانت يا ابني تمنك دمي كله، ازاي ما دورش عليك؟